وللمزيد من التفاصيل حول منتدى الأعمال المصري الأرميني تطلعنا عليها زميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية نتابع معكم من مقر الاتحاد العام للغرف التجارية فعاليات ملتقى الأعمال المصري الأرميني والذي انتهى منذ قليل بحضور رئيس وزراء جمهورية أرمينيا في خلال زيارته إلى مصر. هذا الملتقى الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في ظل علاقات تاريخية ممتدة على مدار سنوات طويلة. خلال ملتقى الأعمال تم تناول عدد من الموضوعات منها الطفرة التنموية التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية وأيضا ما تم من إجراءات تشريعية وأيضا تعديلات دستورية أتاحت فرص كبيرة للنمو الاستثماري وأيضا لجذب عدد كبير من المستثمرين إلى مصر، أيضا ما تحقق من نمو اقتصادي خلال السنوات الماضية. أيضا تم الحديث عن أهمية وجود تعاون مشترك بين البلدين في عدد من المشروعات، فمصر بها عدد كبير من المناطق الحرة والاستثمارية التي تتيح وجود مشروعات مشتركة بين البلدين، وأيضا باعتبار مصر سوق مفتوح كبير لعدد كبير من المستهلكين، ما تحدث عن أكثر من 100 مليون مواطن، وأيضا الحديث عن أن مصر بوابة للقارة الأفريقية وأيضا للمنطقة العربية بشكل عام. أيضا في من قطاع آخر أيضا ومن منطلق آخر أكد عدد من المسؤولين من الجانب المصري أنه بيتم العمل على الوصول لشكل نهائي في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وأيضا تم التأكيد على وجود وفد استثماري وتجاري لزيارة دولة أرمينيا. كانت هذه أهم التفاصيل، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.